سامي بلا ما نطلع على اليخت. شلون؟ ما بعرف ليش هيك قلبي ناقزني وخايفة. هلا هيك؟ معلش يا سامي، خلينا نرجع على الأوتيل، ما بنعرف شو بصير معنا، أنا ما بعرف أسبح. هلا أنت شو صاير عليكي؟ ليش خايفة كل هالقد؟ شوف اليخت قديش كبير. قولي إنه مالك ثقة فيه. لك لا مو هيك المسألة. طيب بتعرفي توصلي على الأوتيل لحالك ولا وصلك أنا ولا شو؟ خلاص ما كنت بعرفك خوافي لهالدرجة. يلا حبيبي يلا يلا يلا. We'll be right back.